مرحبا بكم معنا في لو مارس تشالنج. حصه جديده غادي تجي معنا اليوم. هذه الحصه غادي نفهموا بها خلال 10 ايام الاخيره من شهر رمضان المبارك. فبالنسبه لهذه الحصه قبل ما غادي نبداو غادي نجاوب على واحد جوج ديال الاسئله اللي جاوني خلال اليومين الماضيين. الو بالنسبه للسؤال الاول هو واش نقدروا نكملوا ممارسه الرياضه المنزليه ديالنا خلال 10 ايام الاخيره ديال شهر رمضان المبارك؟ الجواب ديالي بطبيعه الحال هو نعم، ولكن غادي نحاولوا اننا نقصوا من الحده ديال التمارين ومن العدد ديال التمارين، ولهذا تابعونا في هذه الحلقه فغادي نكون عندنا واحد الشرح خلال الدقائق المقبله. اما السؤال الثاني، كاين بعض الناس اللي جاهم الام ديال الجسم هما لي كورباتور، فكاين اللي التحق بنا مؤخرا خلال هاد الحصص الاخيره اللي قمنا بهم خلال شهر رمضان، فهذا بطبيعه الحال شيء عادي في الرياضه. لي كورباتور هما دي شي اللي تيكونوا في الكور ديالنا في الداس ديالنا واللي تيبقاو فيهم، فلهذا ما غاديش نقدر نقول لكم انكم ضروري ديروا حصه في اليوم الموالي، لكن اننا غننصحكم باش اننا نقوموا بواحد الحصه غير هي تكون الحده ديالها حتى هي اقل، فاذا كنا قمنا بواحد 8-9 ديال التمارين الحصه ديال لافي نحاولوا اننا نقصوا من الحده ديال التمارين الحصه ديال اليوم. غادي نبغي نذكر جميع المتابعين ديال البرنامج الرياضي ديالنا على راديو مارس ان هذا الهدف من هذه الحصص الرياضيه هو اننا نحافظوا على اللياقه البدنيه ديالنا خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي. فبالنسبه للحصه ديال اليوم كما قلت قبل قليل غادي نقوموا بواحد الحصه اللي نقدروا نقولوا عليها شي شويه لايت، يعني 6 ديال التمارين بدل 8 ديال التمارين خلال الحصه، وهذا لان الريزيرف انرجيتيك ديالنا كينقصوا خلال 10 ايام الاخيره من شهر رمضان المبارك. دونك غادي نبداو الحصه ديالنا التمرين الاول غادي نشتغلوا على عضلات البطن. التمرين الاول ديالنا كما قلنا غادي يكون على عضلات البطن. بالنسبة للتمرين غادي ننصح الناس المبتدئين 15 ثانية، الناس المتمرسين 20 ثانية، الناس الرياضيين غنصحهم يديروها 25 ثانية. ليكزارسيس سي ان ليكزارسيس ستاتيك ما غيكونوش فيه تحركات. التمرين هو على الشكل التالي، غادي يكونوا عندنا دو بوتي في اليد اليمنى واليد اليسرى. هاد لي دو بوتي غادي نحاولوا اننا نبونزو وراهم غنحاولوا نهزو لو بوست ديالنا وغادي نبداو الشيران ديالنا نهزو الرجول ديالنا بجوج في نفس الوقت وغادي نبداو نحسبو في المدة الزمنية. التمرين ديالنا غادي نشتغلو على عضلات الظهر، فبالنسبة لهذا التمرين غادي ننصح أننا نقومو به 20 ثانية بالنسبة للناس اللي مبتدئين، 25 ثانية بالنسبة للناس اللي متمرسين، و 30 ثانية بالنسبة للرياضيين. هذا التمرين غادي نحتاجو جوج ديال القريعات ديال الماء اللي غادي نشتغلو بهم. دونك بالنسبه لهذا التمرين غادي نحتاجو كيف قلنا جوج ديال القريعات ديال الماء، الجسم ديالنا غيكون محطوط على واحد الغطاء اللي يكون عندنا في البيت وغادي نبداو بالاشتغال. اذا نبداو التمرين ديالنا. التمرين الثالث ديالنا غادي نشتغلو دائما على العضلات ديال البطن، عضلات الظهر، وغادي نزيدو معاهم هاد المرة عضلات المؤخرة. هو تمرين كنديرو دائما في الحصص ديالنا اللي هو لو بلان، لكن هاد المرة غادي نزيدو فيه واحد لافاريتي وغادي نستعملو جوج قريعات الماء اللي بينا بهم الحصة التدريبية ديالنا. بالنسبة للتمرين ديالنا غادي نقومو 15 ثانية بالنسبة للناس اللي مبتدئين، 20 ثانية بالنسبة للناس المتمرسين، و 30 ثانية بالنسبة للرياضيين. إذا لو بلان غادي يكون على الشكل التالي، دونك غادي نحاولوا اننا نقادوا الكور ديالنا تيصاب انه يكون دغوا وغادي نحاولوا اننا نحركوا لا بوتي دو اللي قدامنا. بالنسبة للتمرين الرابع ديالنا غادي نشتغلوا فيه على ثلاثة ديال العضلات، غادي نشتغلوا على عضلات المؤخرة، غادي نشتغلوا على عضلات اللي وراء الظهر ديسكيو جومبي، ونشتغلوا أيضا على عضلات الظهر. وهو التمرين غادي نديرو فيه فاريون، فإن طقنا عليه الحصة من قبل ولكن هذه المرة غادي نجيب واحد التغيير اللي غيخليه هذا التمرين يكون مخالف شوية. بالنسبة للتكرار 5 مرات بالنسبة للمبتدئين، 7 مرات بالنسبة للمتمرسين، و 8 مرات
كلش بالنسبه للرياضيين. يعني ما ننساوش ان الديتاي مهم، كل رجل غنقومو بها هذا العدد ديال الحركات. اذا غادي نحطو التاس ديالنا ونخدمو الراس ديالنا، دونك التاس ديالنا تطيح لي الاطار، والايادي ديالنا حتى هما جوجو نحاولو نحطوهم فوق الاطار، وغادي نبداو بالاشتغال. اذا الاشتغال هو على الشكل التالي، غنرفعو لو باسان ديالنا وغادي نرفعو هذا الرجل وهذا الرجل وهاد لا بوزيسيون، غنبقاو نحاولو نديرو اون ديسونت et ensuite remonte. Nizlo, unta. بالنسبة للتمرين الخامس ديالنا أصدقائي الرياضيين، غادي نشتغلو دابا على العضلات ديال تحت ديال التاس ديالنا. ألوغ هاد العضلات اللي هما بيان سور ريزيستيو جونبيي، الكوادريسيت، لي مولي، غادي نحاولو نشتغلو بواحد سكون أبي لي فون ديناميك. في نفس الوقت غادي نديرو شوية ديال الكوردينيشن ما بين الفوق ديال الكور والتحت ديال الكور. دونك بالنسبة للتكرار 6 مرات بالنسبة للناس اللي هما مبتدئين، 8 مرات بالنسبة للمتمرسين، و 10 مرات بالنسبة للرياضيين. دونك هادي اللي هي اللي تبنونا غادي تكون متجهة مع الرجل اليسرى، بالنسبة لهاد اليد غادي تكون الوراء اللي هي اليد اليسرى. دونك فيما بعد غادي نحاولو أننا نعكسو اليد مع لا جامب ديالنا، يعني اننا غادي نحاولوا نقوموا بهذا التمرين بهذه الطريقه، ولا ديكومبوزيسيون ديال الموفمون نحاولوا اننا نرجعوا. دونك دابا غادي نحاول اننا نقوموا به واحد السرعه، وغنزيدوا ان سو هوب 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 هوب. اصدقائي الرياضيين، اوصلوا التمرين الاخر ديالنا. بالنسبه لهذا التمرين اللي هو التمرين السادس، غادي نحتاجو دو بوتي دو. دونك كيف اللي غتقدرو تشوفو، عندنا جوج ديال القراعي ديال الما اللي غنحاولو نتسعو متر تقريبا، وغادي نبداو الاشتغال. بالنسبة للتكرار ديال هاد التمرين، كنصح أننا نقومو به 8 مرات بالنسبة للمبتدئين، 10 مرات بالنسبة للناس اللي هما متمرسين، ونقدرو نمشيو حتى 15 مرة بالنسبة للناس اللي هما رياضيين. التمرين هو على الشكل التالي، غيكونوا عندنا لي دو بيي ديالنا هنا، وغادي نحاولوا اننا نديروا ان سو من هاد لابوتيلو، من هاد القرعه ديال الماء، والقرعه ديال الماء اخرى، دونك غيكون ان سو، وغنحاولوا نعاودوا لو سو، ونعاودوا نمشيو باتجاه الاخر، تنحاولوا نديروه، تنعاودوا لو سو، تنعاودوا نمشيو باتجاه الاخر، دوزيام سو، هوب، تنحاولوا اننا نقوموا بها بواحد السرعه، هوب. أصدقائي الرياضيين، قبل ما نختمو هذه الحصة، عندي لكم بعض النصائح، وبطبيعة الحال النصائح اللي كنت كنكررها دائما. فبالنسبة للرياضيين، غادي نحاولو نديرو هاد لو سيركوي من التمرين الأول للتمرين السادس، الرياضيين المبتدئين جوج المرات، بالنسبة للرياضيين اللي هما متمرسين، ثلاثة المرات نعاود لو سيركوي، وبالنسبة للرياضيين اللي هما لي زاتليت، نحاولو أننا نقومو بهاد التمارين أربعة ديال المرات، نكررو لو سيركوي خيمي. بالإضافة إلى هذا، غادي نحاولوا أننا بطبيعة الحال مع شهر رمضان، فكما نصحتكم من قبل التمارين نحاولوا نديروها من بعد الفطور، ونحاولوا أننا نكثروا من السوائل، الهيدغاتاسيون مهمة بالنسبة للتاس ديالنا، وأيضا لو ستريتش اللي هما لي زيتيرمون، لي زيتيرمون حتى هما مهمين بزاف بالنسبة للكور ديالنا. إذا ما عليا إلا نودعكم، سنعطيكم موعد أسبوع مقبل إن شاء الله، وتنقول لكم عواشر مباركة، وحافظوا على صحتكم، وما نساوش نقطعوا بيوتنا باش نحافظوا على سلامتنا.